رد مقومات بالذات لشبابنا الرواديد، مقومات الرد نحب أن تكلمنا عنها. الرد الحسينية، بداية الرادود تكون يعني تأثيره برادود مبدع، تأثيره بداياته السماع إلى الرواديد القدماء، يعني بداية اتباع القصيدة القاعدة. قصيدة الردة تأثيره برادود، يبقى يقلد الرادود، من بعد ما يقلد الرادود يكون اتصاله بالشاعر. اتصال الشاعر بالرادود يكون القصيدة ناجحة، من بعد الكلام والاتفاق على بعض المفردات. تبقى مجالس الرادود، إذا كانت مجالس محلية باعتبار حسينيات داخل محلة أو داخل المحافظة، يبقى نجاح الرادود اتصاله بالشاعر، مثل ما قلنا أنه المفردات تكون ناجحة والجمل، يبقى الأداء، أداء الرادود من بعد ما يدخل الدورات والمقامات والألحان ويتفق المقامات أيضا. نعم دليل على أن النجاح يستخدمها مثلاً على يعني بطلطة. أكو بعض الرواديد أنه ما يختص بالمقامات فقط، يبقى على أنه إبداعه وعلى الفطرة، تلقيه هو يدق المقام بس ما يعرف شنو هو، فيبقى أنه هذا يعني بس على إبداعه وعلى كذا. إذن بداية الرادود مثل ما نقول، مثل ما تفضلت، اتباع واتصاله بالشاعر، واتصاله بالشاعر يكون اختيار القصيدة خلينا نقول فعلا، أو ثالثا الأداء. الأداء أحسنت. زين.